يا أيها المسلمون والمسلمات، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هدي القرآن الكريم للتي هي أقوى في الضروريات، وذكرنا في ضرورة حفظ الدين ما هدى إليه القرآن من تدابير لذلك الغرض من دفع الشبهات المبتدعة من الخوارج وغيرهم ولو بقتالهم، وما هدى إليه من تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها، وما هدى إليه من النهي عن مجادلة ومواراة أهل الكتاب إيثارا للسلامة ورغبة في الصحبة بالمعروف مع اختلاف المعتقد. إخواني وأخواتي، ومن التدابير الشرعية التي اتخذها القرآن في هذه الحفظ الدين تدبير مهم في حياة المسلمين حتى يحفظ المسلم دينه من الإذايا، وهو النهي عن شتم دين الآخرين وسبه، لأن ذلك يفضي إلى العداوة ومن ثم يحمل على التحارب والتقاتل، ناهيك عما يحمله من إساءة لدين الإسلام. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. في هذا التدبير الشرعي نهي صريح وواضح خوطب به المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في خاصة أنفسهم، فإنهم الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى اليوم كانوا لغيرتهم على الإسلام ربما تجاوزوا الحد ففرطت منهم فروطات سبوا فيها أصنام المشركين، ظنا منهم أنهم بذلك يحتاطون لدينهم وينصرونه بهذه الطريقة، فنهاهم الله تعالى عن هذا وبين لهم في العلة أنه ذريعة وسبيل للطعن في دين الإسلام. هذه الآية رأس من رؤوس سد الذرائع عند السادة المالكين، بين لهم في علة الحكم أن هذا ذريعة وسبيل للطعن في دين الإسلام، فربما جرهم سب آلهتهم لما عندهم من الحمية الجاهلية إلى ما لا يليق، فيسبوا الله الذي تدعونه وتوحدونه وله الإحاطة بصفات الكمال، وهذا عنوان كبير، ولذلك أظهر اسم الجلالة ولم يكن فيسبوا إلهكم، وإنما قال فيسبوا الله تصريحا بالمقصود كما قال العلماء، وإعظاما له وتهويلا له وتنفيرا منه، حتى يعظم المسلمون ذلك ويستكبرون ويستعظمون أن يسب المولى سبحانه وتعالى. وإنما ذكر العلماء أن الخطاب هنا خاص بالمؤمنين ليستثنى من ذلك رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن رسول المصطفى لم يكن فحاشا ولا سبابا ولا طعانا ولا لعانا بطبعه وطبيعته،
بدفع الغيرة على الدين. ولقد خطب المؤمنون بهذا النهي، وليس في مكة سوى عباد الأصنام من المشركين. الأمر الذي يتصور معه أن الخطاب خاص بالمشركين في ذلك الوقت وغير منصرف لغيره، كما يتوهم ذلك الذين يعتدون على دين الإسلام بسبب أديان الآخرين. والحقيقة أنه أمر عام في كل من يدين بدين وبأي دين من الأديان السماوية أو الأرضية. وفي ذلك قال القرطبي في تفسيره: قال العلماء حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، يعني حكم الآية باق غير منسوخ، يجب أن تلتزم به الأمة المسلمة على كل حال. فمتى كان الكافر في مناعة وخيف أنه إن سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يسبه الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام، واستعذر القرطبي أن يكون أن يسب الله عز وجل، واقتصر على سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سب لله في حقيقته. قال: إذا خيف ذلك أن الله عز وجل لم يحل للمسلم أن يسب صبانهم ولا كنائسهم لأنه بمنزلة البعث على المعصية، أنت تزيلهم في العناد، عندما تفعل ذلك أنت تزيلهم في العناد وتدفعهم إلى التطاول فيما هم فيه حتى يصلوا إلى الجناب العالي إلى مولانا تبارك وتعالى. فحكم الآية باق وليس بمنسوخ. ومن فروعها هذه الآية كما قلنا رأس من رؤوس سد الذرائع. من فروعها ذكر العلماء أن الطاعة إذا استلزمت وجوب منكر، إذا استلزمت وجود منكر عظيم احترز منه ولو أدى الحال إلى تركها وقتا ما. يعلم أنك ستأمر بمعروف وهو طاعة كبرى، أو تنهى عن منكر وهذا الأمر المعروف أو ذاك النهي عن المنكر سوف يؤدي إلى منكر أعظم وأشد، وجب عليك في هذه الحالة أن تترك ذلك الأمر المعروف وأن تترك ذلك المنكر ولا تنهى عنه لتحصل القوة بعد ذلك على نفع ذلك المنكر. وهذا معنى ما قعله العلماء من قولهم: الضرر لا يزال بالضرر. ونحن ذكرنا لكم ذلك من قبل في القواعد، عند القواعد يقولون قاعدة الضرر يزال، ويشرحون هذه القاعدة بأن الواجب على المسلمين هم يزيلوا الضرر بقدر إمكانه. وبعد هذه القاعدة حتى لا يفقد الناس عقولهم ويبنون كطائش الأحلام في هذا الزمان، قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. تترك الضرر الأصلي لأننا نعلم الضرر الجديد المحدث ماذا ستأتى من ورائه وعليه، فإن الضرر لا يزال بأشد منه بأي حال من الأحوال إلا عند طائش الأحلام ضعاف العقول أو فاقديها. أيها الإخوة والأخوات، هكذا بان لنا هدي القرآن الكريم في النهي عن سب دين الآخرين وبان وجه الحكمة منه. وفي مزيد بيان لهذا الألم القرآني، في مزيد بيان لوجه الحكمة منه، قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: إنما نهى عن السب لأن السب أولا مقطوع
محظور للمحق والمبطل. يعني صاحب الحق يشتم يقتل على ذلك، والمبطل يقتل على أن يسب أيضا ويشتم. فيظهر مستبان بمظهر التساوي بينهما، صاحب الحق يسب ويشتم والمبطل يسب ويشتم. من منهما عندك صاحب الحق؟ لقد تساويا. قال: ربما استطاع المبطل بوقاحته وفحشه ما لا يستطيعه المحق. القاموس الشتائم عنه ممكن يكون كبير جدا. فيلوح للناس انه تغلب على المحق، وهذه مفسده، لان المبطل قد يكون وقح. قاموس الشتائم عنه كبير، فيظهر للناس انه غلب المحق لانه افحمه واسكته. وثانيا ان السب، وهذا هو المهم، لا تترتب عليه مصلحه دينيه، بل هو مخالف لمقصود الدعوه الاسلاميه، اذ المقصود من الدعوه هو الاستدلال على صحه دين الاسلام واظهار صلاحيته للبشريه جمعاء. والذي يتميز به الحق عن الباطل هو الدعوة الحسنى. أما السب فهو يحمي غيظهم ويزيد تصلبهم، وهذا مناف لمراد الله تعالى من الدعوة. فقد قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقد راينا جميعا نحن اليوم في هذا العصر في هذا التوقيت وكثره القنوات الفضائيه، راينا ان هذا الادب عندما يتخلف عن الميدان يحل محله الفجور والعصيان، كما يقع كثيرا في القنوات الفضائية اليوم بين المختلفين في الدين والمذهب. يسب نصراني نبيا مسلم، فيسب المسلم نبيا ويريد عيسى عليهما الصلاة والسلام، ويسب شيعي يلاحي سنيا ويماليه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيسب عليا، يسب السني عليه من شدة غيظه وحميته فيسب عليا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والاول يعلم ان سب عيسى كفر كسب محمد صلى الله عليه واله وسلم، والثاني يعلم ان سب علي فسق كسب ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا هو ميلاد السباب وما يوصل إليه في النهاية. ومثل هذا يقع للأسف كثيرا، بل كثيرا ما يتساب أخوان من أهل دين واحد، يسب أحدهما أبا الآخر أو معبوده فيقابله بمثل سبه. وهذه إحدى أكبر سوءات تخلف أهل الإسلام عن هدي القرآن التي هي أقوم. وإذا أرشده مرشد إلى طريق هدي القرآن المخالف لهدي المتزمتين من الوهابية وغيرهم من مقلدين، اتهموه بالإلحاد في الدين. ولعل بعضنا يذكر ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي من ترك إطلاق لفظ الكفر على أهل الكتاب. أنا أظن أن هذا كان سنة 2001 تقريبا. قال الشيخ يوسف القرضاوي هذا، ولكنه لقي من المتعنتين تأليف وعتاب بل اتهام وصل إلى تفسيره جزاه الله تعالى خيرا وتولانا وإياه رحمة الله أمين رب العالمين. وأنا أذكر لكم في هذا المقام ما ذكره صاحب المنار الإمام رشيد رضا من فروع هذه المسألة التي نتكلم عليها. قال: لفظ الكفر على ما غلب في القرآن و
عرف عند الفقهاء والمتكلمين يأتي بمعنى المقابل للإيمان الصحيح شرعا. هذا في الاعتقاد، هذا جملته في الاعتقاد. كل ما هو مخالف للإيمان الصحيح عندنا شرعا يسمى كفرا. قال: ثم غلب في عرف كتاب هذا العصر على الملاحدة المعطلين يعني لوجود الله عز وجل، المنكرين لوجود الله عز وجل. أصبح الإطلاق الآن إطلاق لفظ الكفر على هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل. قال: فصار إطلاقه على كل متدين سبا وإهانة. فيترتب على هذا أن إطلاقه على من يحرم إيذاءه من أهل الأديان محرم شرعا إذا تأذى به، ولا سيما في الخطاب، ولا سيما في الخطاب في لغة التخاطب، ولا سيما في الإناث وقت الإناث. فالإناث له حديث والإيحاج له حديث. قال: وذكرنا لهذا من فتاوى الحنفية وما في كتاب معين الحكام، قال: إذا شتم الزمي يعذر لأنه ارتكب معصية. يعني إذا شتم المسلم زميا ومن أهل الكتاب، أهل الزمة الموجودين في بلاد المسلمين، يعذره القاضي، يعني يعاقبه القاضي بعقوبة يقدرها القانون لأنه ارتكب معصية. قال: فيه نقلا عن الهمية: ولو قال للذمي يا كافر يأثم إن شق عليه ذلك. لابد أن نفهم هذا يا إخواني وأخواتي. خطاب الإناث في القرآن واضح: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لابد أن نفهم كتاب يعني كلام القرآن، وأن نفهم ما يتكلم فيه المتكلمون من تقعيد من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا كلام خاص بالاعتقاد. أما التخاطب إناسا وإيحاشا فهذا له حديث آخر بعيد عن هذا الاعتقاد. نحن نتكلم عن لغة التخاطب، عن التعايش، عن المواطنة. أيها المسلمون والمسلمات، هذا هو هدف القرآن لحفظ الدين القويم، وهو المسلك الذي سلكه السلف الصالحون، وبه صارت أمة الإسلام أمة الإجابة، كما روى ابن جرير في التفسير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك. هذا هو الثناء، إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى، سل تعطى. عندما تكون على هذا النحو الإيماني في التفكير والمعتقد، وفي المعتقد والتفكير، وفي الطريقة والتعايش، تكون أحد أمة أهل الإجابة. يقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطى. فسأل صلوات الله وسلامه عليه ما علمه جماعة الإيمان: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. فكونوا مع هذا الهدي القرآني بالقول والعمل، تحفظوا دينكم بالطريقة التي هدى إليها القرآن، وبهديه تتعايشوا مع أهل الديانات
الأخرى في سلام ووئام، والحديث مع ضرورة حفظ النفس بعد الوصول إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر.